السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله حنحضروا غراتان تاع الشوفلور. عندي هنا في القدره درت شويه تاع الماء يغلي، راح نضيف عليه شويه تاع الحليب، تقريبا 2 مغارف حتى 3 مغارف كبار تاع الحليب. الحليب نديروه مع الماء كيكون يغلي شوفلور باش ما نشموش يعني هذيك الريحه تاع الشوفلور. وندير الملح، عندي هنا نص راس تاع الشوفلور، قطعتو هكا دي بوكي صغار وراح نديروه في الماء يغلي. درت غير النص على خاطر انا عندي غير هذاك البلاص صغير، راح نستعمل غير بلاص صغير تاع الكراتان. نتوما الا درتو بلا كبير ديروا كاع الراس تاع الشوفلور. دوك راح نعطيكم استيس كيفاش تحافظوا يعني كيفاش يعني تحافظوا على المعدنوس في الثلاجه، ماشي في الكونجيلاتور، في الثلاجه من الاحسن. كما تعرفوا المعدنوس بالخف يفسد كي نديروه في الفريجيدار في الساشي، الوغ ما نديروش في الساشي، نقطعوا هكا هذوك الوراق من الاحسن. اللي نحتاجوهم نجيب هكا اون بواط كيما هذه، تكون مغسوله ولازم تكون ناشفه ما يكونش فيها الماء، ونديروا فيها هكا بابي ابسوربون من تحت يعني الورق الماس، ومن بعد نديروا المعدنوس ونعاودوا نديروا ورقه من الفوق، نعاودوا نديروا هذاك البابي من الفوق ونغطوا هاد العلبه ونديروها في الفريجيدار، ما نديروش في الكونجيلاتور، نديروها في الفريجيدار عادي هكا يبقى المعدنوس لمده يعني مده طويله في الثلاجه. دوك راح نجيب هكا وعاء، راح ندير فيه كاس الا ربع تاع الحليب. انا درت نص راس شوفلور، راني حنستعمل غير كميه قليله. نتوما الا درتو راس ديرو تقريبا واحد الكاس ونص. اذا درت نص كاس الا ربع تاع الحليب، راح نضيف علبه تاع الياغورت طبيعي، راح نضيف حبه بيض، في هذه الكميه نستعمل غير حبه بيض تكفي. كما راكم تشوفوا هذا الغراتان طريقه جديده وسهله، بالخف توجدوه ويجي بزاف بنين. نخلط، حنضيف شويه تاع الزيت، تقريبا 3 مغارف حتى 4 مغارف تاع الزيت، شويه تاع الملح، وشويه تاع الفلفل الكحل، فلفل اسود، وشويه تاع العكري، فلفل عكري الحلو، حيعطيه لون كيما شفتوا الغراتا تاعنا يجي يعني ما يجيش بيض، نلونوه شويه. ندير شويه تاع الخماره تاع الحلوى، نص كيس، واحد المغرفه صغيره تاع خميره الحلوى، تخلي الغراتا تاعكم يجيكم خفيف. ندير شويه تاع العكري الحار، غير رشة ممكن تستغنوا عليها، وراح نضيف شوية تاع المعدنوس مع شوية تاع البصل مقطع صغير. يا من الأحسن لكان عندكم البصل الأخضر قطعوا البصل الأخضر دوائر صغار، أنا ما كاش متوفر عندي، درت البصل الأحمر غير شوية، ومغرفة كبيرة ونص تاع الفارينة، ونخلط كل هذه المواد مع بعض. كما راكم تشوفوا طريقه بزاف سهله وجديده، يعني ما تصنعوا لها بيشاميل، لو نحضروه بهذه الطريقه ونديروه في الفوق يجي روعه. بعد ما يغلي شوفلور نصفوه بالصفايه ونحطوه في صينيه ولا في طبسي، ونقطعوه يعني هكا قطع صغيره. نجيب المول تاع الكراتان ندهنو بشويه تاع الزيت باش ما يلصقناش الكراتان، المول يكون ناشف من الاحسن كي تدهنوه ما يكونش مشمخ.
حاولوا دهنهم مليح، زدت شويه تاع المعدنوس كما راكم تشوفوا، غير شويه راح نضيف هذاك الشوفلور بعد ما قسمته هكا باش يدخلوا البنه ما يجيش صامط، كي نخلوه راس كبير يجي صامط. نخلط كلش مع بعض، وبعد نفرغ هذاك الخليط في المول تاع الكراتا ونشعلو الفور، ندخلو الفور خلي حتى يشد روحو مليح باش نديرلو الفرماج، يعني حتى ينشف تشوفو نشف تخرجوه من الفور وديرولو الفرماج غابي. كنحضر سلطه خفيفه، عندي هنا واحد 3 حبات تاع البطاطا فورتهم، قطعتهم هكا دي رونديل وفورتهم، خليت شويه تاع الشوفلور نقسمه هكا صغير، شوفلور مغلي ولا مفور كيف كيف. هستعمل شويه تاع البصل الاحمر مقطع صغير، شويه تاع الفلفل الحلو تشوه وتقطعوا شرائح مع شويه تاع المعدنوس. حاولوا تدخلوا المعدنوس في الاطباق تاعكم لانه عنده فايده كبيره للصحه. راح نضيف كذلك شويه تاع زيت زيتون، مام زيت زيتون حاولوا تستعملوه في السلطه افضل من الزيت، مع شويه تاع الملح، يعني وغير توالفوا السلطه بزيت زيتون ما تزيدوش تستعملوا الزيت. نقصوا شويه من الزيت، نديرو زيت زيتون في لي سالاد في الطياب تاعنا، ندخلوه يعني في الاكل تاعنا، ونضيف عصير الليمون هكا قطرات من عصير الليمون، ثاني احسن من نديرو الخل لانه الخل كما تعرفوا ماهوش خل طبيعي، فيه مواد مضافه. ونخلط هاد السلطه في الاخير بعد ما تخرجوا الكراتا من الفوق، ديروا لها شويه تاع الجبن مبشور فرماج غابي من الفوق، ونعاودوا ندخلوها قد ما يذوب الفرماج. اذا ما كانش متوفر عندك الفرماج فرماج غابي تنجمي ديري في هذيك الخلطه اللي درناها تزيدي شويه تاع الفرماج طري، يعني واحد 3 ولا مكعبات تاع الفرماج، تعوضيه باش يجي بنين يعني، وتستغني على الفرماج المبشور. دوك راح نعاود ندخلو الفوغ غير شويه واحد دقيقه ولا زوج قد ما نشوف الفرماج داب، ونخرجوه ونقدموه لان هو يتقدم يتكل سخون، ما لازمش تخلوه حتى يبرد باش تقدموه. في الاخير هذا هو الشكل تاعو، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وتجربوه ان شاء الله. مام سلطه ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها، ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.